مالك ما تعرفهم؟ تعرفهم يا أخي؟ والله ما أعرفهم ولا عمري شفتهم. أنا ما داري وين قشفتك. هو أنت؟ لا أنا داري إنه أنت لخلهم يفتنك فتوت. خلاص يا أخواننا ما بشي، كل واحد بعد حاله. يلا آه يا صاحبي، قدك هدف للناس حتى في الشارع. سهل الناس اللي في الشارع، سهل. ما الناس اللي في الشارع هم أساسا ضحية التجهيز اللي بيمارسوا على المتنفذين. الخوف من الخونة والعبرة بالخونة اللي لابسين لباس الدولة وعاملين أنفسهم نزيهين وشرفة. أنا ما عناش داري منو اللي معي ومنو غريمي، خليل ولا أنا ولا ضابط الأمن والصفا. سهل يا صاحبي، بايا خارجك الله. خلينا نطلع، معنا كلام أهم من هذا. يلا طلع.